أيضا لفصل غزة عن فلسطين. فالحل لفلسطين والحل لغزة يجب أن يكون جزءا من الحل للمشكلة الفلسطينية بأكملها. لذلك لا لفصل غزة عن المسألة الفلسطينية برمتها. والآن سوف أتكلم عن الأمور التي يجب أن أقول نعم لها. نعم أولا لعودة السلطات الفلسطينية لغزة. أنا أقول السلطات الفلسطينية أنت موجود هناك، أنت لم تغادر غزة أبدا، أنت تؤمن الخدمات الاجتماعية للشعب هناك مع دعمنا، وأنتم لديكم القدرة للاستمرار بالقيام بهذه المهام. قد تحتاجون إلى الدعم من المجتمع الدولي، ولكن السلطة يجب أن تعود إلى غزة. الأمر الثاني الذي سوف نقول نعم له هو المشاركة الأكبر للدول العربية، وأيضا التدخل الأكبر للاتحاد الأوروبي، خاصة في العملية السياسية في بناء الدولة الفلسطينية. نحن لدينا تجارب في هذا المجال في الماضي في أوروبا، ويجب أن نبني على هذا الموضوع لبناء سلطة ودولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين. ولكن يجب ألا ننسى الوضع في الضفة الغربية. أنتم تعلمون أفضل